للناس الاسوبوكو دي ايه؟ عشان في ناس كتير ما تعرفهاش. السوبوكو دي عبارة عن قطعة لحمة، يعني هنا دي فيتيلو، بتبقى باين من طرية لونها. جدا وباين من لونها فعلا، بتبقى طرية جدا وبتبقى حتة من الموزة جواها عظمه. جواها العظمة، وجوا العظمة دي النخاع. ده بالظبط. بالنسبة لي أحلى حاجة أصلا هو في السوبوكو. انا بسيب اللحمه اللحمة وباكل وروني النخاع. النخاع وقع فين بس كده. بتبقى جميله جدا وطريه جدا، وكمان هي النهارده معموله بتلو فهتبقى عظمه. في منها طبعا كندوز عادي، بس بس البتلو احسن حاجه ان لذيذه فيها قوي. بيتزلوا. يلا يا شيف قول لنا المقادير، مقاديرك ايه في معانا هنا الاسوبوكو؟ قطعتين اسوبوكو، بصل متقطع جويان، توم سلقناه 4 مرات، كل مرة 15 ثانية عشان نخرج المرة اللي جواه. بعدين هنقليه في الزيت عشان ياخد كده ايه تكنيك ايطالي ده. لون ذهبي ويبقى كريسبي. قشر ليمون بيفرق جامد في الطعم بتاع الاسوبوكو، روزماري وخل، هنعمل دجليز للاسوبوكو والبصل بعد ما نشوحه، لا تشوقت، بقدونس ودقيق. دي تشوقت المكونات بتاع جدا. الاسوبوكو. لا 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 التركيبه مشوقه جدا، بالذات موضوع التوم ده. عايزه اجرب التوم اللي اتسلق طعمه هيبقى عامل ازاي. بتسلق 4 مرات لمده في ميه مختلفه 15 ثانيه يعني، كل مره وبنغير الميه. بنغير الميه عشان نخرج المره اللي جواها. حلو جدا. ايه رايك كده بقى وانت بتحضر الاسوبوكو بتاعتك تمام تحكي لنا انت، انا بحب اسال السؤال ده، ايه علاقتك بالطبخ؟ انا اصلا مهندس الكترونيات. هاخد بس جلوفز من هنا. اتفضل. وانا النهارده المساعده بتاعتك في اي حاجه ده شرف تحتاجها. ليا، ده ربنا شرف ليا يخليك، والله ربنا العظيم. يخليك. اي حاجه تحتاجها قول لي على طول. اعتقد هيكونوا حاطين لك اكس سمول، حاطين لك سمول مقاسي صح؟ هعملها. تعالى. انت السمول تمام؟ تمام. متاكد؟ ايوه هتعمل. متاكد؟ اهي ده ماشي اهو تمام، مش الحال. اخليهم يجيبوا لك اكبر. لا 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 موجود. تمام، دخلت اهي. ماشي. انا اصلا مهندس الكترونيات. اوبا نستغلك يعني. اتفضل. بس هنجيب اول حاجه الاسوبوكو. شايفين قطعيه ال سمكها تقريبا سنتي و سمكها تقريبا حاجه سنتي زياده بسيطه. هنجيب سكينه هنا على الحته ديت. هنعمل ايه؟ السيلفر سكين. ايوه سيلفر سكين. هنعمل 3 قط هنا عشان ما تنكمش على بعضها ايه في السوا. عارفين السيلفر سكين دي ايه؟ الطبقه اللامعه اللي بتبقى حوالين اي حته اللي لحمه من الموزه. ايوه او حوالين اي بتقوم كشه مع الحراره وتخلي اللحمه تقوس تنكمش على بعضها. فبيعمل الشيف كده عشان ايه ما يحصلش كده. بيقطع 3 فتحات. هي بس قطعه صغيره. كده الاسوبوكو. تعرف ان دي اول مره يجي اسوبوكو بتلو في البرنامج؟ انا طلبت محل دايما بستخدم بجيبها عادي. انا كندوز. لا البيتيلو، البيتيلو هي اصلا الوصفه الاصليه بالبيتيلو. معانا هنا الطاسه سخنت، هنجيب شويه زيت زيتون. اوكي بستخدم زيت زيتون كتير جدا انا في الطبخ. كل الطبخ الايطالي تقريبا بالزيت زيتون. بهارات قليله جدا. انا لو حضرتك واخده بالك مفيش بهارات هنا مظبوط. خالص. مظبوط. بيعتمدوا على الاعشاب اكتر من البهارات صح؟ هنحط اوريجانو. كمل لنا الحكايه بقى، علاقتك بالمطبخ ما هي؟ علاقتي بالمطبخ ولا حاجه. انا كنت عايزين بس نعلي دي هنا. ايه؟ مش عايز اشغله لك؟ عايز اشغل دي. لا خد العندي صغيره قوي، فاخد العندي احسن. تمام. اوطي هنا شويه. اوطي لك هنا شويه. ماشي. انا عملت لك هنا على 7. تمام. هنسيبه دقيقتين كده لحد ما ياخد كرمله. ايوه. كنت بقول لحضرتك انا شايف اصلا مهندس الكترونيات اصلا. وبدات المجال كمساعد شيف، يعني مثلا كنت قاعد اعتمد على نفسي. فبدأت الموضوع كده. كفايه كده؟ كفايه كده تمام كده. بس اللون كده الله عشان الريحه. اللحمه الحلوه دي ميزتها ان هي من غير حاجه ريحتها، من غير حاجه، من غير حاجة حلوه. يعني مش محتاجه تعمل لها كتير. انا اصلا مش هستخدم بهارات خالص غير ملح وفلفل هنا وروزماري. لا ما انا شايفه ان مع النكهات الجميله اللي انت حاططها دي مش محتاج ولا حاجه ثانيه خالص. بدأت العلاقة ازاي بقى وتطورت لإيه؟ تطورت إن من مساعد شيف. سبت الهندسة تماما؟ سبت الهندسة تماما. تماما اشتغلت فيها أصلا ولا ما دخلتش الحتة دي خالص؟ أنا كنت جالي شغل فيها وكده، لكن حبيت أكمل في الموضوع الطبيخ. أوكي. أنا أصلا بادئ هناك في المطعم ده وبقالي 8 سنين يعتبر هناك في المطعم ده. وقعدت بقى كملت مشوارك؟ وكملت مشواري فيه بقى. لقيت 2 شيف عارفين يقولوا لي الحب للشغلانه ديت. ايوه.
فكملت فيها. هي شغلانه صعبه، يا تتحب قوي يا تتكره قوي. صعبه جدا نفسيا اكتر ما عمليا. مظبوط. يعني عملنا هي بنقعد بنقف بال 11 وال 12 ساعه في اليوم في المطبخ وكده، لكن هو ايه مثلا ازاي بتخرج الاكل، في مثلا اللي شغال في الباستات اللي في الحلويات، فانت لازم تعمل ايه يعني، يعني تبقى فاتحه على كل الحاجات دي. ما دايما دايما الناس تتساءل، هجيب لك اهو بص فوق. ايوه دايما الناس بتتساءل ليه كل الشيفات في المطابخ رجاله. هي حقيقي شغلانه صعبه جدا على ست. هي مش الجهد بدني مش طبيعي فعلا يعني. هنعمل ايه بقى؟ نطفيها دي تمام، مش عايزها بقى خلاص تاني. خلاص دي تمام كده. انا اخدها لك على الحوض. جهد بدني مش ادمي يعني، حتى مش اي راجل يقدر يتحمله، لازم راجل يعني حمول جدا. شغلانه صعبه فعلا. ايه ينفع نعلي هنا؟ هو ده على اعلى حاجه، فانت حاجة. ممكن تعمل حاجه لطيفه، ممكن انقلها لك على العين الاكبر تمام. اللي قدام. والريحه الكرمله بدات تطلع. دقيقتين كمان ونعمل له ديجليس بالخل العنب الابيض. انا موافقه، انا موافقه على اي حاجه انت عايز تعملها بعد الروائح اللي انا شميها دي. الحاجات التانية بقى اللي هنعملها ايه؟ هنعمل الريزوتو. احنا بعد ما نجهز ده هنسيبه كده مع نفسه. وهنبدا نجهز الاول التورت اللي بالمشروم. ونحطه في الفرن اما نعمل الريزوتو، اللي بعدين هنقدمه مع الايه؟ مع الاسبوع. الريزوتو بقى عامله ايه؟ بأربوريو ولا مستخدم رز عادي؟ هو المفروض الأربوريو. مفروض بس المفروض. يعني انا ما بحبش اقدر الناس بصراحه. بس تركيه صغيره كده، الريزوتو اصلا عشان يطلع كريمي وحلو النشا اللي موجود جواه. ممكن نوطي هنا؟ نوطي ازاي؟ كده. قول لي عايز اوطي لك فين؟ اوطي شويه هنا عشان بس البصل ما يتحرقش. اوطي هنا؟ هنا شويه. هعملها لك سبعه تمام. مثلا؟ تمام. اوكي. وهنعمل ايه؟ نجلس بالخل كده. ايه فايده الخل بقى؟ بيطري اللحمه مثلا ولا بيدي نكهه؟ بيدي نكهه اول حاجه، تاني حاجه السكريات اللي موجوده جواه عامه بتدي طعم حلو. وبتزيل الدهون اللي موجوده. اوكي بيخلي له اكله اخف. ايوه. زي فعلا لو اي حاجه دسمة عصرت عليها عصره ليمون بتخف برضو. فعلا كده، حال اول ما ريحه الخل تطلع الله. انت مش هتحس بيه اصلا في الايه؟ في الاخر. في الاخر انت خدت فايدته من غير طعمه الحاد. ايوه. حلوه قوي. بدا ياخد لون حلو اهو. نفضل نقلب بس عشان ايه؟ عشان ما يتحرقش منه. الريحه تحفه حقيقي يعني. كم نزود حالنا؟ هتبدا بقى تجمع كله. اوكي. اصبوكوا بالطريقه ديت. هنجيب كم عود روزماري؟ بتخليه سليم زي ما هو ولا سليم زي ما هو كده؟ سليم زي ما هو كده. احنا اصلا بعدين الصوص اللي هيتعمل هنصفيه. هتصفيه كده كده؟ هتاخد نكهة كل حاجة وبعدين هتاخد نكهة كل حاجة وبعدين اصفيه. معانا بقى روزماري. عايز ايه كمان؟ هنا كم قشرة ليمون تدي برضو فليفرز حلوة. هننزل بمرقة اللحمة اللي احنا سيبناها. مرقة فين يا نور؟ فين هنا اهي؟ اهي ورا. ده بقى السائل اللي اللحمة هتستوي فيه. قول لي بقى، عايزك تحكي لنا كده عشان انا بعتبر دي من المفرقات الكوميدية جدا. الأكل الإيطالي في مصر ملوش علاقة بالأكل الإيطالي في إيطاليا صح؟ لو شيف ايطالي هو اللي بيعمله. اعترف اعترف عادي. لو شيف ايطالي هو اللي بيعمله بتبقى يعني، في مثلا ناس يكونوا متعلمين الاكل الايطالي وكده، وعلى فكره مش بيطبقوه بنفس الطريقه. فهي تمام مختلف. انا اكلت هنا في كذا مطعم ايطالي وكده. كم مطعم فعلا مش اللي انا مثلا متعود اعمله كده. هو هنا في دايما انطباع معرفش ليه ان الاكل الايطالي ده اكل غرقان كريمه. لا والله لا خالص خالص. الاكل الفرنساوي هو اللي غرقان كريمه. اكل ايطالي احنا بايطاليا بنقول اللي بيستخدم الكريمه في الطبيخ وبس ما بيعرفش يطبخ. يعني هي حاجات كتيره قوي يعني، مثلا الباستا عشان تطلع كريميه انت مش محتاج كريمه، النشا بتاع الباستا كفايه اللي بيخرجوا في الصوص. كفايه ان هي خليها تبقى كريميه. المايه بتاعتها هنحط ايه؟ تقريبا معلقه دقيقة بس مش على الصوص. مش على اللحمه، هنحطها ايه هنا؟ على على المرقه نفسها تمام. عشان ندوبها. اساعدك؟ تمام. هنقلب؟ نقلب وبعدين هنحط الغطا ونسيبها مع نفسها. فالكريمه الكتير دي مش ايطالي خالص. المكرونه اللي غرقانه في الصوص دي والله ما هتشوفوها في ايطاليا خالص. الكلام ده في اي صوص على فكره. ولا البيتزا مثلا اللي بتتعمل هنا
مختلفة تماما عن البيتزا اللي بتتعمل في ايطاليا. احنا هنا اصلا ما بنعملش بيتزا، انا مقتنعة بكده. احنا بنعمل فوكاشيا. خلينا متفقين على كده. بنعمل فوكاشيا ودي بنقول عليها بيتزا. بنت خالتها ما يجراش حاجة، بس هي مش بيتزا. انا ما اعرفش بقى لو هو مثلا نفس يعني مثلا الدقيق والحاجات اللي هنا مثلا بتفترق عن اللي هناك. على فكره المناخ والجو بيفرق جدا في البرودكت اللي قدامك. طبعا ده حتى الطماطم، الطماطم حاجه بسيطه جدا، في كل بلد ليها طعم. اكيد طبعا ما تلاقيش طعمها واحد في بلدين، حسب التربه طبعا والزراعه وكل حاجه. فطبعا والشمس والمناخ وحاجات كتيره قوي. فدي احنا هنسيبها حوالي 25 دقيقه على ميديوم. اه ميديوم. اوكي ميديوم، يبقى انا عندي سن عن كده. تمام. وكل شويه برضو ايه نبص لها، لو احتاجت شويه مرقه نزود. دي هنسيبها كده مع بعض مع نفسها. لو انا مثلا مش عايزه اشغل البوتاجاز فعايزه اخدها ادخلها الفرن كلها ممكن برضو عادي؟ نحطها في الفرن. اه عادي. أوكي. جدا. نحط لها 25 دقيقه على 180. اوكي. ونسيبها بس مع كده نفسها. بعدين نطلعها ونقلبها من الجنب التاني، وزي ما هوريكم بعدين. ونحط باقي الايه زودت شويه مرقه للاسبوكو. هنفضل بقى نعمل كده طول ما هي بتستوي. آه. بالراحه بالراحه بالظبط، عشان ما تبقاش بتتسلق. فعلا تكسرنا صغنطوطه كده. ايه اللي بعده عشان الروايح حمستني؟ طارت اللي بالمشروم. اتفضل يا فندم. معانا هنا جبنه ريكوتا، معانا بوله. تعالى هنا. شكرا. معانا بوله. المقادير الاول، قول لنا المقادير. المقادير مشروم فريش 250 جرام هنشوحه حالا، بقدونس، ريحان، توم، وجبنه قريش حوالي ربع كيلو، وجبنه بارميجانو ريجانو اللي هي هنا. اوكي. بعدين ملح وفلفل بس. اول حاجه اه هنشوح، هسيب لك ايه تشوحي المشروم على ما انا ايه اشوحه لك في ايه؟ في الطاسه دي. في مع دي؟ شويه زيت زيتون وشويه توم. حاضر. كام ورقه ريحان. اوكي. تديك ليفرز حلوه. حالا احط الريحان في الاخر ولا من الاول؟ لا 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 في الاخر. اوكي. انا بحط الجبنه القريشه في بوله. زيت زيتون كتير ولا قليل؟ لا اللي هو صح. معلقتين مثلا. اه. نعم. استحاله. انا هنا حطيت الجبنه القريش في بوله، وهنزل عليه ببيضه. وشيف خالد كده بيشتغل، هو اللي بيعمله اهم. انا بشوح لكم المشروم بس، فانا هخلي حمدي يركز مع شيف خالد. يا حمدي انا هتعامل مع المشروم، بنشوحه مش اكتر من كده، فانت شاك ركز مع الشيف عشان هو اللي بيعمل الحاجه الاهم. وفلفل. انا هشوح مشروم في زيت الزيتون، حطيته دلوقتي اهو. عايزني احط له ايه يا شيف؟ قلت لي شويه ملح وفلفل. حاضر. وبعد ما ياخد شويه تسويه كده هنحط عليه كام ورقه ريحان، بتدي فليفرز حلوه قوي. اوكي اعتبره حصل. احط له التوم في الاخر كمان صح؟ اه. اوكي. عايزه متكرمل ولا تشويحه بسيطه؟ تشويحه بسيطه عشان اصلا معناها يكمل سوا جوه الفرن. تمام. انت بتعمل ايه بقى احكي لي، انا مش شايفه. انا حطيت هنا الجبنه القريش. اه. مع ملح وفلفل وبيضه. ودي الحشوه بتاعت التورت ولا دي ايه؟ هتشوفها حالا. هنحط بعدين المشروم مع الجبنه القريش، وهنحطه في قالب صغيره وندخله على الفرن. يا نهار ابيض. هنحط شويه جبنه بارميجانو كده، دي بارميجانو ريجانو. لو حد مش موجودة لو مش متوفره عند حد ممكن يستخدمها. ممكن نتعامل بالجبنه الرومي. اوكي. احنا بنحب نتعامل باي حاجه موجوده. اه والله على فكره المطبخ الايطالي كده اصلا مش مطبخ صعب. بالظبط. لو في يعني انا بلاقي ده في المطابخ، يعني الستات الايطاليين الكبار لما بيجوا يطبخوا عادي جدا بيبدلوا بيتعاملوا او بيتعاملوا عاملين زي الستات الكبار عندنا. اه والله بيتصرفوا باي حاجه موجوده عندهم صح؟ ما ده الصح، ده الصح في شغلنا، انك تعرف تتصرف حتى لو مش عندك الانجريدينتس او تمام كده. هنا خلصت. انا حطيت التوم على المشروم يا شيف. حط عليه كام ورقه ريحان بالطريقه ديت. انا عايز انا مقطع بايدك عادي. ايدي كده. اه تدي فليفرز حلوه. شم الريحه. شمها وساكته. شمها وساكته. وايه وهنحطه هنا على الجبنه القريش وهو سخن كده. اه هو سخن كده، احنا اصلا محتاجين نطريها شويه. تمام. الحراره اللي فيه اعتقد هتطريها كفايه.
احسب السبوكه ثانيه، شوفي لو محتاج ايه مرقه. بصيت عليها من شويه لقيتها مش محتاجه. تمام. اقلبها عدوا 25 دقيقه. لا لسه، قولي نستنى شويه. نستنى مثلا 7 8 دقايق كمان. ماشي. ادوق عشان اشوف دي تاني لو كده بسرعه. قول لنا هي كانت ايه يعني. ربع كيلو جبنه قريش، حطينا ملح وفلفل، شويه بقدونس، والايه والمشروم اللي انت شوحتيه الاول. اوكي. تمام. هدوق بس عشان اشوف لو محتاجه ملح. انا متعود ادوق دايما في المطعم. انا رايحه اجيب معلقه ادوق اصلا. بس هو بيدوق الاغراض انه عايز يتاكد. انا بدوق الاغراض الخلاصه لاني مش قادره اقاوم اي طبق وكده. انا لازم ادوق كل اللي بيطلع. بالظبط. الناس احيانا في معرفش في فكر مصري غريب شويه ان اللي بيدوق ده مش واثق من نفسه. هي كده تمام اصلا. ده في المطعم في واحد شغلته يدوق. انا واقف بدوق مثلا الطبخين اللي معايا شغالين. الجبنه الرومي حدقها شويه بس. بعدين الفندق اللي احنا هنعملها هتبقى مفيش فيها ملح خالص. وهتظبط، هتعمل كونتراست حلو ما بين الاثنين. بس هي فظيعه. فهنحط ايه؟ ما بقتش جبنه قريش خالص. زودت شويه مرقه لقيتها نشفت خالص. تمام. اقلب اللحمه ولا اسيبها زي ما هي؟ لا نقلبها حالا. اوكي. وهنديها 25 دقيقه تانيين. اوكي. انا بعمل الشغل ديت عشان اخلي ال الترت كله ايه يتوزع كويس. بتطلع منه اي هواء؟ بوزعه كويس. انا قلبت اللحمه هنا وزودت شويه مرقه وهغطي عليها تاني واسيبها مع نفسها كده. اوكي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ده حالا هنجيب حالا صينيه وهندخله الفرن. قفه زيت زيتون عليه هتبقى. أوكي. عظمه. انا موافقه جدا. هو عظمه من غير حاجه اصلا. لفه بسيطه جدا. تمام كده. ما تحسم لنا بقى الخلاف بتاع نطبخ بزيت الزيتون ولا لا؟ عشان الخلاف ده يعني هندخله في الفرن. خلاف ازلي كده زي فراخ نغسل، زي الخلاف بتاع نغسل الفراخ ولا لا؟ خليك فوق عشان ما تقعدش توطي. تمام. هما الاثنين شغالين والاثنين سخنين. هندخله لمده 15 دقيقة تقريبا. عايزه على كام؟ 180. هو مظبوط. هو 180 تقريبا. اوكي. تمام. هو من فوق وتحت. تمام؟ ومروحة. تمام. اوكي. يبقى 180 فوق وتحت ومروحه وعلى الرف اللي في النص تقريبا صح؟ اوكي. نرجع لموضوع زيت الزيتون. زيت الزيتون ناس كتير مفكره ان انت لما بتحطه على النار وكده بيبقى مضر والكلام ده كله. بالعكس، زيت الزيتون صحي اكتر من اي زيت موجود. اكتر من زيت العباد، من اي زيت موجود. اكيد طبعا احنا بنحاول ان احنا ما نخلوش يوصل لدرجه الحرام بتاعته. وده في اي حاجه، زي اي حاجه عامه. زي اي حاجه، عشان بعدين ساعتها بتخرج مواد بتؤدي الامراض ساعتها. كل ماده دهنيه ليها درجه احتراق معينه، مش صح ان احنا نوصل لدرجه الاحتراق دي. فزيت الزيتون اصلا درجه الاحتراق بتاعته اعلى من بتاعه ال لا اوطى معلش اقل من بتحرق اسرع. بتحرق اسرع، فلازم نخلي بالنا من النقطه ديت. بالظبط. عشان كده ما بينفعش نقلي بيه مثلا. لا فعلا. عشان درجه احتراقه قليله، فمحتاجين نطبخ بيه كده على الرايق زي ما الشيف عمل النهارده. خش على الريزوتو. هنجيب حالا. انا ساكتاله لحد دلوقتي. لما اكل يعني موضوع صعب. شويه زعفران. زعفران باودر؟ باودر. اوكي. بس مش اللون البرتقالي، الاحمر ده بيدي بجد لون جميل جدا. اوكي. انت حاطه لغرض اللون ولا الطعم؟ الطعم واللون الاثنين مع بعض. هو الريزوتو لاميلانيزي هو عباره عن رز ريزوتو بالجبنه البارميجانو والزعفران. ولو انا عايزه اعمله بالزعفران الشعر ابو مليون جنيه. احلى بكتير. بس يعني برضه هنعمل نفس الحاجه. هنحط الزعفران مع شويه ميه سخنه ونسيبه مع نفسه كده. هنحطه اخر 5 دقايق من الريزوتو تقريبا. هو غالي قوي بس طبعا لو اتعمل بيه الاكل بيبقى احلى بكتير. هنجيب الميه. انت هتدوب الزعفران في شويه ميه. اوكي. احنا قلنا المقادير اصلا؟ تقريبا لا، هنقولها حالا. اقولها وانت بتشتغل؟ تمام. يلا انا هقول لكم مقادير الريزوتو والشيف بيشتغل عشان ايه ما نتعطلش. عندنا رز اسمه اربوريو رايس او رز اربوريو. هو احد انواع الرز قصير الحبه. ولو ما لقيناهوش عملنا ايه؟ جبنا رز عادي. تمام. بس هو على فكره هو اقرب حاجه ليه. بس ما غسلناهوش. ليه؟ عشان الريزوتو اصلا عشان يطلع كريمي هو محتاج النشا اللي جواه، فاحنا بنسيبه كده عشان النشا يفضل حواليه. رز عادي جدا مصري بس ما نغسلهوش. بصلتين مفرومين، جبنه بارميجانو اورجيانو، ومرقه لحمه، وزعفران باودر، وبس كده. يلا بينا. يلا بينا.
هنحط البصل. انا احط لك الحل على النار. خلاص تمام اهي. هنحط شويه زيت زيتون هساعدك ونشوح أنا. البصل يلا. ادي زيت الزيتون كفايه كده؟ كفايه اه. هنشوح البصل وادي البصل. ممكن نستخدم اي معلقه خشب؟ عايز ايه؟ معلقه خشب اه. معلقه ممكن اه نستخدم مطرحه بصل اصلا. اعمل لك فيه اي حاجه؟ لا ولا تيجي انت تسيطر؟ لا 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 ده هو هياخد بس يلا. ثانيه كده انطلق بقى. وهنعمل ديجليز بعدين بالخل زي ما عملنا الاول. اوكي الخل اللي انت مستخدمه خل ايه؟ لان ده مش خل ابيض. خل عنب ابيض. خل عنب ابيض اوكي. ولو مش متوفر عندي خل العنب الابيض، هل الخل العادي عادي ولا مش هيبقى عادي؟ عادي 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 مش هيقول لا. هنتعامل باي حاجه اه. ده الاحلى طبعا، ولكن عادي هنتعامل بالتاني لو هو اللي موجود. هنشوح البصل كده على السريع. بنشوحه بقى لاي درجه يا شيف؟ عايزينه يشف بس؟ لا مش عايزينه كارمل زي ما عملناه هنا. هياخد بس لون بلوند خفيف. اوكي بصل شف بس. شف حط له شويه خل. اصلا بعدين البصل هيدوب مع نفسه. اوكي يعني مش هنحس اصلا بطعمه في ريزوتو. هنجيب الرز اللي مش مغسول. اللي مش مغسول هنحطه كده ونحمصه مع البصل. هبص لك على الفرن. جاهز؟ لا لسه عايز شويه. خلاص عشان نعلي النار هنا. النار هنا عندك على اعلى حاجه. تمام. ايه رايك نبدل؟ اقرب لك ده واحط لك ده خلاص اصلا اه تمام ده مع نفسه. ولا ده خلاص نشيله ولا ايه؟ بص كده وانت قول. ده جاهز عشان انا حاسه جاهز عشان النخاع. النخاع شف شف واللحمه فصلت فصلت عن النخاع. فده جاهز. افتح كده افتح عايزين يصوروه لك. بصوا العلامات المستوى ايه؟ اللحمه فصلت اصلا عن العظمه اللي في النص، فده معناه ان هي استوت ودي بتلو صح؟ مش بتاخد وقت خالص. مش بتاخد وقت كتير خالص. اوكي فدي جاهزه. اشيله من على النار؟ هنشيله من على النار وخليكي انت تعملي الخطوه الجايه ديت. قول لي ايه هي؟ هنشيل اللحمه من الصوص. اشيل اللحمه من الصوص؟ قول لي انا اعمل ايه وانا معاك. وهنصفي الصوص من البصل والروزماري والفليفرز اللي موجوده. تمام كده. الله حته لحمه عظمه. مرقه الدجاج بعد ما شوحت حطيت مرقه. مرقه اه. لاي درجه بتغطيه ولا؟ بغطيه حوالي صابع فوق مستوى الرز. وكل ما يحتاج كل ما المرقه هتقل هنزود. اوكي الريزوتو اصلا المفروض تمشي معاه خطوه خطوه بالراحه بالراحه. استعجلوش. طب انا شلت اللحمه اعمل ايه دلوقتي؟ هنصفي الصوص ده. اصفي لك الصوص. شايفين هنا الفرق يعتبر سنتي صابع فوق الايه؟ فوق الرز. اصفي الرز في الصوص في بوله مثلا؟ اه في بوله. احنا اصلا هنرجعه بعدين ايه على النار بعدين. حالا انا بصفه لك. انقل بقى ايه الرز هنا على النار العاليه. فين بتاعه السخن دي؟ اوكي هياخد الصوص. ولو حد عايز يقدمه من غير ما يصفيه عادي صح؟ عادي بقى ده اختياري بس هي الوصفه كده. ماشي. بسباتولا بقى هنفعص البصل عشان يخرج الجوز بتاعه. حالا. نبدا انا هبدا اجهز الفندق اللي هي الكريمه اللي هقدمها مع التارت اللي هيخرج حالا. اوكي. وهجيب كريمه. انا اكمل بقى ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ ده حالا هنسيبه كده على جنب وهنسخنه بعدين. هنسخن الاسبوكو مع الصوص واحنا بنقدم الريزوتو. خلاص كده البصل نزل. انت عارف بقى البصل ده عايز ايه الصراحه؟ ايه؟ عايز عيش كده يتحمص. اه يا سلام. ويتفرد عليه شويه جبنه ويتحط البصل ده عليها. يا سلام. نهار ابيض. هنحط الجبنه البري مع الكريمه هنا. ده الصوص اللي انت عامله للفندول اللي في الفرن ده؟ اه. اوكي طيب انا بقى هنا اكمل ازاي؟ الصوص بتاعي اتصفى اهو في طاسه ثانيه تقريبا اهي. هنحط الاسبوكو مع الصوص ولو قليل هنزود شويه مرقه. اوكي يلا بينا. هنحط الاسبوكو ونحط الصوص بتاعه ونرجعه على النار. طب احنا التوم المسلوق ده ما عملناش بيه حاجه. هنعمله حالا اهو. يلا بينا. في ثانيه الا ثانيه. وبصوا كده هنرجع الصوص اهو. الصوص
الصوص بصراحة شكله تحفة. بص كده قولي محتاج مرقة ولا لا؟ لو جينا نسخ محتاج شوية. اوكي عشان اصلا هتنشف يعني مع النار هتمسك عشان هي فيها دقيق اعتقد فهتتقل كمان. اكيد طبعا. حط شوية كمان هناك بس كده. تمام انا هعمل كده ونرجع على النار. تمام هنا اعمل بقى ايه تاني؟ نوطيها شوية بقى، نوطيها على الاخر. زيت زيتون وطيتها لك. ده الايه؟ ده عشان التوم. اوكي واجيب لك التوم فيه؟ اول ما يسخن هنحط التوم فيه. تمام. دي كاننا بنعمل دي تقليه بس تقليه ايطالي. تقليه ايطالي تقليه ايطالي. هي حاجه اسمها جريمولادا. احنا بعدين فوق الاسبوكو هنحط شويه بقدونس كام قشره. طب انا هسالك سؤال، انا بشوف احيانا في بعض الشيفات الايطاليين بيعملوا برضو الجريمولادا من غير حراره خالص. من غير حراره بيجوا ليمون وبشر ليمون وتوم. بقدونس وتوم وبشر ليمون وبيتحرقوا في الفول. بس طعمها طبعا بيبقى اشد بكتير عشان التوم نايم. احنا عايزين حاجه ايه خفيفه كده. ده بيسخن. انتوا فاهمين الموضوع ايه؟ هنا عندنا ريزوتو سايبينه على النار، هنا عندنا الاسبوكو صفينا الصوص ورجعناه، هنا بنعمل كريمه عشان نزودها على الموس اللي احنا بنعمله او التارت اللي احنا بنعمله في الفرن. وهنا بنعمل الخلطه بتاعت التوم اللي هتتحط على الاسبوكو في الاخر. فده موجز اللي بيحصل يعني. وهنا ريزوتو بيشرب ماء المرقه تزود له. يشرب كل ما يشرب نزود له، هو هيبقى كريمي لوحده كده. انا بخطف الاسبوكو اللي عايزه اقدمه ده. شيف ما يصحش اللي انت عامله، مش هقول لك غير كده. هنحط حالا التوم اللي احنا سلقناه الاول. الزيت الزيتون سخن وحطينا التوم. اقدم لك هنا بقى الاسبوكو صح؟ وبشوكه هنا هنفصله كده عن بعضه عشان ايه؟ ما يلزقش وما يتهرقش. هنحط الزعفران. ايه ده الزعفران ده لونه احمر كده. الزعفران الاحمر ممكن لا هنا بيحصل حاجات غريبه في الزعفران، بيتغش كتير جدا. عشان كده انا واحده من الناس اللي دايما لما حد يقول لي اجيب زعفران منين اقول له هاته من بره مصر بصراحه. هو حاجه غاليه جدا، فبالتالي بعض الناس اللي ما عندهاش ضمير بتغش فيه زي ما انت شايف كده. شايفين الزعفران المفروض يبقى لونه أورنج اصفر أو اصفر، يعني دي الوان الزعفران المعروفه. بصوا ادى لون احمر ازاي. بس احلها لك يا ريت. عندنا شوية زعفران باودر عادي في ال... هاتولي بسرعة بسرعة. هجيب لك أنا زعفران باودر من بتاعي. تمام. الأسبوكو كده تمام؟ الأسبوكو تمام. هنحط عليه حل في البرزنتيشن شوية بقدونس، كام قشرة ليمون كده كديكوريشن، والثوم ده. كفاية كده البقدونس؟ تمام. أوكي. هحط لك بشراية ليمون على كل واحدة. الطاسة هنا محوحة أهي، هنزل بشوية بقسماط وعليها الروزماري اللي احنا تمام كده؟ حلو قوي. اوكي ايه تاني؟ الروزماري اللي احنا قطعناه هنا احطه عليه؟ هنحطه لا على البقسماط. اوكي حلو اصلا. انت بتشوح الحله كانت سخنه قوي. هنجيب حله كانت سخنه قوي. هنجيب حله ثانيه. عادي الجيش قال لك اتصرف ولا اي حاجه. تمام. ممكن تاخد بص يعني شيل الكاست ايرن وخد الوك اللي تحتيها. تمام. بس اعمل لك حاجه في الريزوتو كده. الريزوتو يعتبر جاهز. وده اعمل لك فيه ايه؟ ده هنصفيه حالا. هتصفيه لك. اتفضلي اساعدك. هناخد التوم بس ونسيب زيت الزيتون صح؟ والريزوتو كمان جاهز اهو يا فندم. اعمل فيه ايه؟ هنحطه فوق الاسبوكو. الله. هنشفه كويس هنا عشان ما يبقاش مزيت. انا بعمل كده بنشفه مقرمش وجميل. تسلم ايدك. حالا على الريزوتو هجيب مكعبين ثلاثة زبده. اخد بقى التوم ده احطه على الاسبوكو. وجبنا بارميجان. جبتوا لنا الزعفران الباودر يا جماعه. يلا شيف قول لي قد ايه. تمام كده. كده تمام. تمام. اوكي تحفه. موضوع سلق التوم وتشويحه ده عجبني التكنيك جدا. ده نجيب التوم حالا.
الروزماري احنا بنختم اهو خلاص. بس ادي الثوم. ايه تاني؟ في حاجه تانيه هنعملها في الاسبوكو؟ الاسبوكو كده جاهز. الاسبوكو جاهز، يلا بينا نوديه ناحيه التقديم ونشيل كل حاجه فاضيه. طيب معلقه بس اهي. اقلب لك دول، ايه رايك في طبق التقديم؟ اه عشان انا اصلا هنحط عليهم حالا العيش ده. ثواني، ما بتطلبش انت حاجات من المساعد بتاعك خالص، سايب المساعد بتاعك يتعامل، ما يصحش كده حضرتك يعني، استغل الفرصه. الله، بص شاف، ايه رايك؟ تمام، بيرفكت بيرفكت بيرفكت. اه خلي اللون الجولدن الصح. قول لنا بقى، احنا حطينا هنا الصوص اللي انت كنت عامله نص الفندق. اه محتاج هنا شويه مرق الدجاج مع الريزوتو عشان نطريه شويه. ايه اللي بيحصل ده؟ لا 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 لا، المواضيع صعبه قوي هنا. استنى، احنا هنظبط لك لون الريزوتو ده دلوقتي. تمام، انا حطيت فيه زبده وجبنه بارميجانو وطريته شويه بايه؟ شايفه كريمي ازاي؟ وادي عندك الزعفران اللي اعتقد هيظبط لك لونه. احط يلا لك؟ يلا بينا. اه ان شاء الله خير. قدر ولطف. لا تقلق بقى، ظبط. اه ظبط شويه عن الاول. اه ما عادش فوشيا، لونه باصفر باهت بس عادي. اه بس هو قلب فوشيا. اه بقول لك الزعفران في مصر ما تقابلهوش ابدا، حاجتين في مصر ما تقابلهمش، الزعفران وورق الخبز. الريزوتو بقى كريمي تمام جدا. تمام. هنقدمه ايه؟ هنحطه في طبق تاني. اساعدك؟ تمام. هنقدمه فاميلي ستايل كده صح؟ فاميلي ستايل. فاميلي ستايل دي يعني ايه؟ يعني ما نقعدش نحنتف بقى، ده كده عيله هتاكل. احنا بنختم خلاص. شاف، ايه رايك كده وانا بقدم لك الريزوتو تحكي لنا كده تاني انت عملت ايه النهارده وتقول لنا انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا هنا حمصت عيش مع روزماري هحطه على التورت ده عشان يدي فليفر حلو كده، يديله كده قرمشه صح؟ اه. وانا احط لك الريزوتو هنا بالطريقه ديت. تحفه تحفه تحفه، تسلم ايدك فعلا يعني. وانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده يعني عملنا اطباق ايطاليه غير خالص المألوف في مصر. وكام عود روزماري كديكوريشن. بنختم والله. شيف احكي لنا كده عملنا ايه النهارده عشان لازم نختم. ريزوتو بالاسبوكو على ميلانيزي، وعملنا تارت بالمشروم والجبنه القريشه وفندق بري. وحاجه اخر حلاوه يا جماعه، ادي الريزوتو كريمي جدا، التلزيقه اللي فيه دي ده مش حاجه غلط ولا عجن مننا، هو لازم يكون كده. تمام كده؟ عظمه. عايز تعمل فيه اي حاجه؟ لا تمام كده. مش عايز رشه بارميجان على الوش كده حركات؟ ده للي حابب، عشان اصلا حطيت وانا بقلب مع الزبده البارميجان. اوكي، ولا حاجه خضراء ولا اي حاجه، عايزه كده بس. تمام. اه. اوكي. يلا بينا. هو المطبخ الايطالي ابسط حقيقي. اه ايه الحلاوه دي؟